منذ قليل أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا فرض بلاده عقوبات جديدة على روسيا، وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا، لتضم بذلك وتنضم إلى الولايات المتحدة وأوروبا في حشد الضغط على موسكو. وأكد كوشيدا في مؤتمر صحفي طارئ عقده صباح اليوم الجمعة حسب ما أوردته وكالة الأنباء كيودو اليابانية أن بلاده قررت تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات بضائع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، موضحا أن الوضع في منتهى الخطورة وله تداعيات على النظام الدولي ليس في أوروبا فحسب بل في آسيا وخارجها. جاء الإعلان بعد ساعات من إدانة قادة مجموعة الدول السبع لروسيا وتعهدهم باتخاذ جزاءات اقتصادية ومالية وتجديد شديدة ومنسقة، وذلك ردا على هجومها في أوكرانيا، كما أكد إصرار بلاده على عدم السماح بأي تغيير للوضع الراهن بقوة في إدانة واضحة للهجوم العسكري الروسي باعتباره انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. وقال رئيس الوزراء الياباني أن العقوبات هي نتيجة تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهي ترمز إلى قوة الوحدة في الجهود الرامية إلى منع المزيد من التصعيد. امتنع أيضا كوشيدا عن التعليق على إمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي أو فصل روسيا عن نظام سويفت، وذلك للتعاملات المصرفية، مؤكدا أن الجانب الياباني سيتخذ خطواته بناء على تطور الأوضاع وبالتنسيق مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي.